عارف لما تبقى قاعد في وسط ناس ومرة واحدة الصوت يهدى وكله يسكت ويبقى في وسط الهدوء التام ده كله يطلع صوت من بطنك بلولو 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 بلولو. طبعا انت ساعتها بتكون عايز الارض تنشق وتبلعك، وفي ناس بقى بتقعد تبص لك بصات كده من فوق لتحت، اللي هو بقى ايه يحسسك ان الصوت ده مش جاي من بطنك، جاي من حتة تانية. بس تعالى اقولك على حاجة، هو مبدئيا الصوت ده مش جاي من معدتك تحديدا، هو جاي بالظبط من الامعاء الغليظة، وده يا سيدي بيحصل لك اثناء عملية الهضم. اثناء عملية الهضم الامعاء دي بتقعد تنقبض، بس في الطبيعي الانقباضات دي ما بتطلعش صوت عالي. طيب ليه بقى الانقباضات دي مرة واحدة ممكن يبقى صوتها عالي، وخصوصا بقى في الاوقات اللي حضرتك بتكون فيها الصوت هادي جدا وقاعد في وسط ناس كتير؟ ده يا سيدي بيحصل لما معدتك بيخش لها هواء. طب معدتك بيخش لها هواء ازاي؟ ده لما بتيجي تاكل بسرعة من غير ما تمضغ كويس، وبرضه لو انت جعان ومعدتك فاضية. بس اديك عرفت الحل ايه هو، عشان بعد كده ما يبقاش شكلك في وسط الناس.